أهلا بكم في قناة العالمي على اليوتيوب. أسئلة امتحانات مسابقة 30,000 معلم يوم السبت 30/3/2024. أولا، أسئلة المعلومات العامة لجميع التخصصات والأقسام. سؤال رقم 1، رمز الكالسيوم، الإجابة هي CA. سؤال رقم 2، رمز الرصاص، الإجابة هي BB. سؤال رقم 3، مدينة مصرية حصلت على عاصمة البيئة سنة 2022، الإجابة هي مدينة الخرجة. سؤال رقم 4، هدف مبادرة مودة، الإجابة هي رفع المستوى النفسي والاجتماعي للمقبلين على الزواج. سؤال رقم 5، حي الإسمارات يوجد فيه، الإجابة هي في المقطم. سؤال رقم 6، افتتح مسجد الفتاح العليم سنة، الإجابة هي 2019 ميلاديا. سؤال رقم 7، أطلقت مبادرة 100 مليون صحة سنة، الإجابة هي 2018 ميلاديا. سؤال رقم 8، أكبر بحيرة في العالم، الإجابة هي بحر قزوين أو بحيرة قزوين. سؤال رقم 9، أكبر جزيرة في العالم، الإجابة هي جزيرة جرينلاند. سؤال رقم 10، اسم رئيس المحكمة الدستورية الحالي، الإجابة هي المستشار بولس فهمي. سؤال رقم 11، قاعة حسن مصطفى لكرة اليد توجد في، الإجابة هي في 6 أكتوبر. سؤال رقم 12، قانون التطرف والإرهاب سنة، الإجابة هي سنة 2016 ميلاديا. سؤال رقم 13، هدف مبادرة نور حياة، الإجابة هي مكافحة ضعاف البصر من خلال الكشف المبكر. سؤال رقم 14، هدف مبادرة أنت الأساس، الإجابة هي الكشف المبكر عن سرطان الثدي. سؤال رقم 15، المشروع القومي لزراعة 12,000 فدان صوبة زراعية يوجد فيه، الإجابة هي محافظة الفيوم. سؤال رقم 16، مدينة العالمين الجديدة توجد في نقط، وافتتحت متى؟ الإجابة هي مدينة العالمين الجديدة توجد في محافظة مرسى مطروح، وافتتحت سنة 2022 ميلاديا. سؤال رقم 17، منظومة التعليم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي تابعة لوزارة، الإجابة هي وزارة التربية والتعليم. سؤال رقم 18، مدينة تابعة لي نقط، وافتتحت سنة نقط، الإجابة هي مدينة تابعة لمحافظة القاهرة، وافتتحت سنة 2023. سؤال رقم 19، انضمت مصر رسميا إلى البريكس عام، الإجابة هي سنة 2024. سؤال رقم 20، هدف مبادرة سترة، الإجابة هي بناء 10,000 وحدة سكنية لتحسين بيئة السكن في المحافظات الأكثر احتياجا. سؤال رقم 21، أكبر صوامع الغلال هي نقط، في محافظة نقط، الإجابة هي أكبر صوامع الغلال هي الصالحية في محافظة الشرقية. سؤال رقم 22، تم افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات في مصر سنة، الإجابة هي 2023 ميلاديا. سؤال رقم 23، أكبر مصنع لإنتاج السكر في محافظة، الإجابة هي الدقهلية. سؤال رقم 24، مصر اتخذت رئاسة الاتحاد الأفريقي سنة، الإجابة هي 2019 ميلاديا. سؤال رقم 25، انعقد منتدى قمة المرأة المصرية سنة، الإجابة هي سنة 2024 ميلاديا. سؤال رقم 26، مبادرة تحضر الأخضر مكونة من نقط محاور، كم محور؟ الإجابة هي 6 محاور. سؤال رقم 27، هدف مبادرة أطفال بلا مأوى، الإجابة هي حماية أطفال الشوارع. سؤال رقم 28، ميناء أركين يوجد فيه، الإجابة هي محافظة أسوان. سؤال رقم 29، الفحم يدخل في صناعة الصلب، صح ولا خطأ؟ الإجابة هي صح. سؤال رقم 30، تم تحديث أجندة التنمية المستدامة سنة، الإجابة هي 2018 ميلاديا. سؤال رقم 31، حقل غاز شمال الدلتا، الإجابة هي حقل النورس. سؤال رقم 32، أول محافظة طبقت مشروع البلازما، الإجابة هي محافظة الإسماعيلية. سؤال رقم 33، من محاور البعد الاجتماعي لرؤية 2030 هي العدالة الاجتماعية ولا الصحة والتعليم والتدريب والثقافة ولا جميع ما سبق؟ الإجابة هي جميع ما سبق. سؤال رقم 34، الفحم يدخل في صناعة الصلب، صح ولا خطأ؟ الإجابة هي صح.
سؤال رقم 35، مقر حكومة هولندا؟ الإجابة هي لاهاي. سؤال رقم 36، في مدينة السادات تم توقيع عقد إنشاء لأول مصنع توريد الكهرباء من الطاقة نقط في سنة 2023؟ الإجابة هي الطاقة الحيوية أو البيوجاز. ثانيا، أسئلة الحاسب الآلي لجميع التخصصات والأقسام. سؤال رقم 1، اختصار كلمة GUI؟ الإجابة هي واجهة المستخدم الرسومية، بالإنجليزية Graphical User Interface. سؤال رقم 2، علشان أتأكد أن لوحة المفاتيح شغالة ولا لا، نعمل إيه؟ الإجابة هي نجربها على جهاز آخر. سؤال رقم 3، أهمية الحاسوب المتنقل؟ الإجابة هي سهولة التنقل والحمل بسبب حجمه. سؤال رقم 4، صيغة كتابة B1 إلى B2؟ الإجابة هي نكتب B1 نقطتين فوق بعض B2. سؤال رقم 5، اختصار كلمة HTTP؟ الإجابة هي بروتوكول النص الفائق، بالإنجليزية Hyper Text Transfer Protocol. ثالثا، أسئلة التربوي لجميع التخصصات والأقسام. سؤال رقم 1، المدرسة البنائية تعبر عن الاستقراء ولا الاستنباط؟ الإجابة هي الاستقراء. سؤال رقم 2، المدرسة المعرفية تعبر عن الاستقراء ولا الاستنباط؟ الإجابة هي الاستنباط. سؤال رقم 3، يقوم المعلم بتقديم أقواله وأفعاله ولا يؤخذ رأي أحد من الطلاب، يعتبر معلم المتسلط الفوضوي التقليدي؟ الإجابة هي المتسلط. سؤال رقم 4، عند استخدام الاستجابات الأكثر تكرارا لنعزز الاستجابات الأقل تكرارا، هذا مبدأ نقط؟ الإجابة هي بيرماك. سؤال رقم 5، التعليم المبرمج يتبع نظرية؟ الإجابة هي النظرية السلوكية. سؤال رقم 6، عندما يكتب المعلم اسمه وبياناته ويعطيها للمدير تسمى؟ الإجابة هي سيرة ذاتية. سؤال رقم 7، عالم قسم مراحل النمو حسب الأنشطة العقلية؟ الإجابة هي برونر. سؤال رقم 8، عند شم رائحة عطر فإننا نتذكر شخص معين، هذا ارتباط إجرائي ولا شرطي ولا استنتاجي ولا اجتماعي؟ الإجابة هي شرطي. سؤال رقم 9، العملية التي يقوم بها المعلم لمنع السلوك الخاطئ في الصف، إدارة صفية ولا ضبط الصف؟ الإجابة هي إدارة صفية. سؤال رقم 10، معلم أراد تقييم طلابه على مهارة القراءة، يستخدم سلم التقدير ولا السجل القصصي ولا سير التعلم؟ الإجابة هي سلم التقدير. رابعا، أسئلة لغة عربية لجميع التخصصات والأقسام. سؤال رقم 1، الطالب لام قمرية ولا شمسية؟ الإجابة هي شمسية. سؤال رقم 2، ومن يكن ذا فمن مريض تشبيه نوعه؟ الإجابة هي تمثيلي. سؤال رقم 3، مرادف كلمة يستوحشون؟ يحزنون، يسرون، يخشون؟ الإجابة هي يخشون. سؤال رقم 4، علامة الترقيم في جملة ما أجمل؟ الإجابة هي تعجب. سؤال رقم 5، جمع كلمة سرير؟ الإجابة هي أسرة. خامسا، أسئلة تخصص الدراسات الاجتماعية وممكن تجي منها أسئلة في المعلومات العامة. سؤال رقم 1، تاريخ فتح مكة؟ الإجابة هي 8 هجريا. سؤال رقم 2، عدد سور القرآن؟ الإجابة هي 114 سورة. سؤال رقم 3، أين يقع نادي الواحة؟ الإجابة هي في دولة الكويت. سؤال رقم 4، صحراء جنوب أفريقيا؟ الإجابة هي صحراء كرهاري. سؤال رقم 5، بحيرة تشيل توجد في؟ الإجابة هي دولة فرنسا. سؤال رقم 6، صحراء قمة إفرست توجد في دولة؟ الإجابة هي نيبال. سؤال رقم 7، بحر الرمال العظيم يوجد في؟ الإجابة هي الصحراء الغربية. سؤال رقم 8، من حكم مصر سنة 1877؟ الإجابة هي الخديوي إسماعيل. سؤال رقم 9، نفي سعد زغلول إلى جزيرة سيشل في المحيط؟ الإجابة هي المحيط الهندي. سؤال رقم 10، الصخور الرسوبية تكونت في العصر؟ الإجابة هي العصر الأول. سؤال رقم 11، الجبال في الجزائر في العصر؟ الإجابة هي العصر الثالث. سؤال رقم 12، المحافظة التي حدها كفر الشيخ ودمياط والغربية؟ الإجابة هي محافظة الدقهلية. سؤال رقم 13، الأرض عند درجة نقط لا تصلح للزراعة؟
الإجابة هي عند درجة حرارة 45. سؤال رقم 14، من الذي منع التجارة الإغريقية في البحار؟ الإجابة هي الخديوي إسماعيل. سؤال رقم 15، جبال أوروبا حرقة؟ الإجابة هي ألبية. سؤال رقم 16، أمريكا الجنوبية متسعة فيه؟ الإجابة هي متسعة في الشمال عند خط الاستواء. سؤال رقم 17، نوع الزراعة في مصر؟ الإجابة هي زراعة كثيفة. سؤال رقم 18، منطقة يوجد بها أمطار طول العام؟ الإجابة هي المناطق الاستوائية. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناة العالمي على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد.